أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا وبعض زملائي في العمل تعاهدنا على أن يدفع كل منا 2000 ريالا شهريا، ثم يأخذها واحد منا، وهكذا حتى يأخذ كل واحد منا حقه من هذه الجمعية. السؤال: ما الحكم في ذلك؟ وهل هذا العمل صحيح؟ أنا أرى أن هذا لا يجوز، وقلته غير مرة أن هذا لا يجوز، لأنه تقارض، قرض مشروط في قرض، لأنك ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، فهو قرض مشروط في قرض، فهو بيعتان في بيعة، وأيضا هو قرض جر نفعا. فأنا أرى أن هذا لا يجوز بهاتين العلتين. والذي يريد القرض يقترض من أحد إخوانه، ما يقترض من جماعة بهذا الشكل، بل يقترض من أحد إخوانه ويرد عليه القرض إذا أيسر، بدون أن يرجع إلى